اهلا وسهلا بيك يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنكمل كلامنا باذن الله دلوقتي عن الفسيولوجي بتاع السيريبرال كورتكس، وهنتكلم عن السوماتو سنسوري ارياز. قلنا ان هما ثلاثه ارياز موجودين معانا، هي السوماتو سنسوري اريا 1، سوماتو سنسوري اريا 2، وعندنا سوماتو سنسوري اسوسيشن اريا اللي هي اريا 5 و7. نبدا بقى باول اريا واهم اريا معانا، وهي السوماتو سنسوري اريا 1 او البرايمري سوماتو سنسوري اريا. دي بتكون موجوده فين زي ما احنا اتفقنا؟ بتكون موجوده عندنا في البارايتال لوب في البوست سنترال جايروس. نعرف ان هي بري ولا بوست ازاي؟ بوست فيها اس يبقى تبع السنسيشن، يبقى موجوده عندنا في البوست سنترال جايروس. وليها اسم تاني اسمها ايه؟ احنا قلنا العالم اللي اكتشفها او اللي رتب الارياز بتاعت الدماغ دي اسمه ايه؟ اسمه برودمان، عشان كده بيسموها برودمان اريا 1 2 3. طيب بعد كده نخش في النقطه الثانيه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الكاركترستيك. قال لك ان احنا عندنا السوماتو سنسوري اريا دي بتستقبل عندنا جميع الاحساسات اللي جايه عندنا من جميع الجسم. طيب احنا عارفين احنا عندنا في حتتين، عندنا فصين في الدماغ، عندنا فص ايمن وفص ايسر. فهي بتستقبل عندنا اللي هي الشمال بتستقبل عندنا الاحساسات اللي جايه من اليمين، واللي في اليمين بتستقبل عندنا الاحساسات اللي جايه عندنا من الشمال. عشان كده بنقول من الكاركترستيك بتاعه السوماتو سنسوري اريا 1 ان هي بتكون كروست، تستقبل عندي الاحساسات من الاوبوزيت سايد بتاع الجسم. يعني انا اسالك سؤال، لو شخص باظ عنده الفص الايمن فبالتالي هيفقد عندي الاحساسات اللي فين؟ اللي في الجانب الايسر من الدماغ، لان هي بتكون كروست. طيب نبدا بقى نتكلم عن الافرنت اللي موجوده عندنا. يبقى احنا اول حاجه اتفقنا ان الافرنت اللي جايه بيكون جايه من الاوبزيت سايد بتاع البادي. طب ايه هي الافرنت اللي جايه؟ قال لك بتستقبل عندنا الافرنت اللي جايه عندنا من الثالامس، جايه منين تحديدا؟ من البوسترو فنترال نيوكليس بتاعه الثالامس عن طريق الثالاميك راديشن، زي ما احنا كنا قلنا في محاضره الاسندنج تراك ان هي تروح عندنا البوسترو فنترال نيوكليس، ومن البوسترو فنترال نيوكليس يقوم جاي رايح عندنا على الثالامس من خلال السنسوري راديشن. يعني لو انتم شاطرين هتفتكروا ان البوسترو فنترال نيوكليس لما احنا كنا خدنا في الاسندنج تراك اللي كانت بتطلع عندنا في سنسوري راديشن البوست سنترال جايروس، دي كانت بتاعه مين؟ دي كانت بتاعه الفاست بين وبتاعه الاحساسات بتاعه الدورسال كولومباث واي، بتاعه البروبريسبشن، التكتايل ديسكريمينيشن، التاتش، البريشر، الفايبريشن. كل الحاجات دي كلها هتعرف ان هي من الفانكشن بتاعه السوماتو سنسوري اريا لو انت ربطتها مع محاضره الاسندنج تراك. تاني حاجه عندنا ان هي بتستقبل عندنا الاحساسات من الاذر سوماتيك سنسوري اريا. طيب هي هتعمل ايه بالاحساسات دي؟ هتروح توديها علشان اعمل بقى رياكشن اللي هي رده الفعل للاحساس ده. يعني مثلا لو كان بين فانت هتشيل ايدك، مثلا لو كان تاتش هتبدا انك تفسره او تعمل منه حاجات، يعني تديله مينينج او معنى. مثلا يوم جاي مودي للسوماتيك اسوسيشن اريا، اسوسيشن اريا اي حاجه فيها كلمه اسوسيشن يبقى بتدي مينينج للحاجه ديت، يعني انت خدت الاحساس عايز تديله مينينج، فهتعمل ايه؟ تقوم جاي رايح موديه للسوماتيك اسوسيشن اريا. عايز تعمل رياكشن مثلا لو هو بين، عايز تبعد ايدك عن مصدر البين ده، هتوديه للكورتيكال موتور اريا عشان هو يتخذ القرار الصحيح. ممكن مثلا عشان لو بين او اي حاجه، مثلا واحد اتلسع من حاجه ساخنه بتاع، عايز يتعلم ان هو ما يلمسهاش ويفتكر الحاجه دي ان هو ما يرجع لهاش كمان مره، فتقوم جاي رايحه موديها للاريا المسؤوله عندنا عن الليرنينج والميموري عشان يتعلم ويفتكر انه ما يعملش الحاجه دي كمان مره. دي كلمه الامهات، يقول لك عشان يتعلم ويفتكر ان هو ما يعملهاش كمان مره. يبقى احنا كده عرفنا الافرنت وعرفنا الايفرنت. في حاجه بقى مهمه عندنا اسمها البادي ريبريزنتيشن. احنا كنا خدنا في المحاضره الاولانيه كنا بنقول ان احنا علشان البرين او عشان نحس بالاحساس في المكان المحدد، يعني انت لما واحد يلمسك مثلا في ايدك تعرف ان الاحساس ده جاي عندك من ايد، كنا بنعرفه بثلاث حاجات: اللوكاليتي والموداليتي والانتنسيتي. كنا بنقول ان احنا عندنا اللوكاليتي ان كل ريسبتور بيكون عنده سبيسيفيك باث واي لحد ما يوصل عندنا للبرين، وكنا بنقول ان الموداليتي دي الطريقه بتاعه الاحساس واللي بيحسها عندنا البرين. كنا بنقول ان البرين بيكون في اريا لكل او مكان كده في الحته اللي هو هيروح لها بيكون متخصص بالموداليتي بتاعه السنسيشن ده او النوع بتاع السنسيشن ده. هل فهم دلوقتي؟ قال لك ان احنا عندنا البرين بيكون متقسم عندنا لكولوم على حسب الوظيفه. يبقى احنا عندنا مثلا دي البوست سنترال جايروس متقسمه على حسب الوظيفه بتاعتها. يعني ايه؟ يعني متقسمه عندنا الكولوم مثلا اللي هي الحته دي اللي جواها الكولوم رقم 1، ده بيكون علشان السكين الرابيدلي ادابتنج ريسبتور. مثلا عندنا الحته دي اللي هي رقم 2 دي مسؤوله عن الديب تيشو بتاعت البريشر والجوينت وما اعرفش الكلام ده كله. طيب وعندنا مثلا هي 3 اي دي مسؤوله عندنا عن الديب تيشو بتاعت الماسل ستريتش ريسبتور، عندنا 3 بي دي مسؤوله عندنا عن السلولي والرابيدلي ادابتنج. مش مهم، بس المهم ان احنا عندنا الحته دي بتكون متقسمه عندنا لايه؟ متقسمه عندنا الكولوم لاعمده، كل عمود منهم بيحتوي عندنا تقريبا على 10,000 سيل بادي وبيتخصص عندي الوظيفه محدده. يبقى احنا عندنا البادي ريبريزنتيشن او الحاجه اللي موجوده عندنا ان احنا عندنا السوماتو سنسوري متقسمه عندنا لكولوم، كل كولوم بيكون متخصص عندنا في وظيفه
محدد، يبقى احنا قسمناها على حسب الوظيفه، وكمان بيكون متقسم على حسب المكان. يعني احنا عارفين الرسمه دي بيسموها ايه يا جماعه؟ احنا ما قلناهاش في المره اللي فاتت، قلنا الرسمه دي مهمه جدا، مهم جدا الترتيب، بيسموها سنسوري هيمونيكلس. قال لك ان احنا عندنا سنسوري هيمونيكلس دي بتنظم عندنا الجسم على السيريبرال كورتكس على حسب المكان بتاعه، بيكون على شكل كاريكاتير كده، نفس ما السيريبرال كورتكس شايفك بالظبط. يعني ايه؟ يعني قال لك ان احنا عندنا الجسم بيكون منظم عندنا في انفيرتد بارر زي ما احنا كنا قايلين، وكنا بنقول ان احنا عندنا الفوت والليج والبرينيوم دول موجودين عندنا في البارا سنترال لوبيول اللي هي في الميديا، وبعد كده عندنا الحته دي اللي هي بتاعه الابر ليمبو والترانك والكلام ده كله، ده بيكون موجود عندنا في الابر بورت بتاع البوست سنترال جايروس، وعندنا الحته اللي تحت دي بتكون في اللور بارت اللي هي الفيس والحاجات اللي تابعه ليه بتاعه الاكل، كنا بنقول ان هي بتكون موجوده عندنا في اللور بارت بتاع ايه؟ بتاع البوست سنترال جايروس. فانت لازم تكون حافظ الترتيب ده كويس. قال لك بقى ان احنا عندنا الحجم بتاع الحاجات اللي متمثله عندنا في البرين اللي هو الكاريكاتير ده مش بيعتمد عندنا على الحجم بتاع الحاجه، يعني مثلا انت عندك صباعك صغير فهيتمثل عندي بشكل صغير، عندك مثلا الترانك كبير فبالتالي هيتمثل عندي بشكل كبير. قال لك لا، ما هوش بنفس الحاجه ليه؟ قال لك ده بيتحدد عندي السايز بتاع الحاجه اللي موجوده عندي في البرين على حسب النمبر اوف ريسبتور. يعني لو في حته موجود فيها ريسبتور كتير فبالتالي هيوصل منها احساسات كتير، فبالتالي بنمثلها في البرين بشكل كبير جدا على حسب الاحساسات اللي هي بتوصل منها. يعني احنا عندنا الترانك والباك ما فيهمش ريسبتور كتير فهيكون الريبريزنتيشن بتاعهم هيكون صغير، طب الثامب والفيس فيهم ريسبتور كتير فبالتالي الريبريزنتيشن بتاعهم هيكون كبير جدا. يعني الواحد منكم يقعد يبص في المرايه ويجيب شعره يمين وشمال ويلبس ما اعرفش ايه ويظبط نفسه، وبعد كده يبص في المرايه يقول مين القمر اللي موجود في الصوره دي، ويقعد بقى معجب بنفسه، او في الاخر الكورتكس بيشوفك بنفس الشكل ده كده بالظبط. يعني دراعك كبيره، راسك كبيره، كل حاجه كبيره، وانت في الاخر واخد في نفسك خدها. يعني انت، فانا لما اجي اسالك اقول لك انت شايف نفسك ازاي، فبالتالي انت هتكون بنفس الشكل ده كده بالظبط، ده اللي انت شايف نفسك وشك كبيره، لان الريسبتور هنا مثلا في الثامب بيكون كتير، في الايد بيكون كتير، عندك مثلا هنا في الارم وفي الفور ارم بيكون ريسبتور قليله، في الترانك والباك ريسبتور قليله، عندك في الشفه، عندك في اللسان، اللسان موجود فيه كميه ريسبتور كتيره جدا عشان تحس الطعم والحاجات دي كلها، فبالتالي التانج بتاعك هيكون كبير. فبالتالي احنا عندنا الحجم مش بيعتمد على الحجم بتاع الحاجه، لا بيعتمد على النمبر اوف ريسبتور. طيب كده احنا خلصنا اللي هي السايت وخلصنا الكاركترستيك، بقينا اللي هي الفانكشن والليجن. من اسمها سوماتيو سنسوري. طيب الوظيفه بتاعتها ايه؟ بتحس عندنا بالسوماتيك سنسيشن، يبقى الوظيفه بتاعتها دي السنتر اوف بيرسبشن، الاحساس. ايه هي السوماتيك سنسيشن اللي احنا بنحسها يا جماعه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا اللي هو التاتش، اللي هو اللايت تاتش والتو بوينت ديسكريميشن. كنا بنقول عندنا الكونشس بروبريسبشن او الكاينيثيتيك سنسيشن. كنا بنقول كاينيثيتيك انها بتتعلق عندنا بالحركه. خلي بالك لازم تقول كلمه ايه؟ اهم كلمه كونشس، ان الانكونشس بروبريسبشن ده بيروح عندنا للسيريبيلم، المخيخ مش بيروح عندنا للمخ. يبقى الكونشس بروبريسبشن ممكن يغلطك فيها في الام اس كيو، يقول لك اول ذا فولوينج بيروح عندنا للسوماتيك سنسوري اريا 1 اكسبت، وانت تختار عندنا اللي هي الايه؟ انكونشس بروبريسبشن، هتلاقيها في الخيار. بيحس كمان عندنا بالبريشر والفايبريشن، وكمان بيستقبل عندنا بعض الدرجات بتاعه التمبريتشر، وبيستقبل عندنا كمان الفاست بين، لان احنا عارفين ان احنا عندنا الفاست بين كان بيروح عندنا للايه؟ البوسترو فنترال نيوكليوس اوف ذا ثالامس، اللي بتعمل عندنا السنسوري راديشن اللي بتروح عندنا للايه؟ للسوماتيك سنسوري اريا 1. لكن احنا عارفين ان السلو بين والتمبريتشر هو جزء منها، ده ما كانش بيروح عندنا للسوماتيك سنسوري اريا، لا ده كان بيروح للانسولار كورتكس لو انتوا فاكرين، لانها كانت بتروح للايه؟ للانترا لامينار نيوكليس. راجعوا محاضره الاسندنج تراكت كويس. يبقى جزء من التمبريتشر والفاست بين هما بس اللي بيروح عندنا للسوماتيك سنسوري اريا، لكن السلو بين وجزء كبير من التمبريتشر مش بيروح عندنا للسوماتيك سنسوري اريا، بيروح عندنا للليمبيك سيستم والانسولار كورتكس عشان تتعلق عندنا بال ايموشن، لان الالم غالبا بيتعلق عندنا بالايموشنز. طيب الليجن، اما اجي اتكلم عن اي ليجن مش مهم اعرف عنه اي معلومه، ليه؟ لان انا الليجن هعكس الفانكشن، بس ايه اللي انا مهم اعرفه؟ هل هو ابسيلاترال ولا كونترالاترال؟ ابسيلاترال معناه في نفس الجانب، ولا كونترالاترال يعني في الجانب المقابل؟ احنا عارفين ان احنا عندنا السوماتو سنسوري اريا الفايبر اللي بتروح لها بتعمل عندنا كروسنج، فبالتالي انا هفقد عندي الاحساس بتاع جميع الحاجات دي، التاتش، كونشس بريسبشن، بريشر، فايبريشن، كل الحاجات دي كلها فين؟ في الكونترالاترال سايد بتاع الجسم. نتكلم باذن الله دلوقتي عن السوماتيو سنسوري اريا 2. دي بتكون موجوده فين؟ قال لك بتكون موجوده بوستيرور تو لور اند اوف بوست سنترال جايروس. لو انت قعدت تقرا الكلام ده عمرك ما هتعرف تفهم، لازم تبص على صوره وتشوف المكان بتاعها بالظبط. هي موجوده بوستيرور تو لور اند اوف بوست سنترال جايروس، بقى في الحته دي. طب هيجي لك سؤال في الامتحان ازاي؟ يقول لك واتش ذا فولوينج از كوريكت اباوت ذا بوينت ستراكشر.
هو كده ما قالكش كلمه سوماتو سنسور اريا ولا اي حاجه، وعايزك هو عايزك تضرب عصفورين بحجر انك تعرف ان دي سوماتو سنسور اريا 2، بعد كده تعرف الجواب الصح من الخيار. طيب ايه هي الكاركترستيك بتاعتها؟ قال لك ان هي بيكون البادي اوف ريبريزنتيشن بتاعها ما بيكونش شبه السوماتو سنسور اريا 1، قال لك ده بيكون ليس شارب، يعني ايه؟ يعني ما بيكونش بالدقه او بالتفاصيل دي كلها. يعني احنا كان عندنا في السوماتو سنسور اريا 1 عندنا الحته دي مثلا للايد، دي للثمب، دي ما اعرفش ايه، لا احنا عندنا الحته هنا سايحه شويه على بعضها. وقال لك ان انا عندي البادي ريبريزنتيشن بيكون بايلاترال، يعني ايه؟ يعني احنا عندنا الرايت والليفت بيكونوا متمثلين عندي في الجهتين. يعني لو تخيلنا ان احنا عندنا ده الرايت هيمسفير بيكون متمثل فيه الرايت والليفت، وعندك الليفت هيمسفير بيكون متمثل فيه الرايت والليفت هما الاثنين. طيب ايه هي بقى الوظيفه بتاعتها؟ قال لك ان هي بتساعدني ان انا احس عندي بالشيب والتكتشر بتاع الحاجه. يعني مثلا لمست حاجه اسطوانيه وطويله يبقى قلم، لمست حاجه مثلا مكوره يبقى كوره، حاجه ناعمه وليها فرو بتبقى بطانيه او ملابس او اي حاجه. يبقى هي بتساعدني في الايه؟ في ان انا اتعرف على الشيب والتكتشر، فبالتالي هي بتساعدني في التكتايل ليرنينج، ان انا اتعلم عن طريق اللمس، والتكتايل ميموري، ان انا مثلا لما المس الحاجه لمستها مثلا مره لقيتها مدوره وطويله، فبالتالي هعرف ان هي قلم، هسترجع بالذاكره واعرف ان هي الليجن فيها هيؤدي عندنا الايه؟ هيؤدي عندنا الى difficulty in learning new feature of objects based on shape والايه؟ والتكتشر. احنا عارفين احنا عندنا في اي ليجن يهمنا نعرف هل هي contralateral ولا ipsilateral. اولا هي لا ipsilateral ولا contralateral. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي بتكون represented bilateral، يعني الليفت بيكون موجود فيها right وليفت، والرايت بيكون فيها ايه؟ right وليفت هما الاثنين، فبالتالي مش هيتأثر عندنا قوي. عشان كده قلنا كلمة difficulty ما قلناش كلمة loss of function، انها بتكون represented bilateral. انا هفقد ان انا اعرف احس بالشيب والايه والتكتشر. طب ليه قلنا new feature؟ يعني انا الحاجات القديمة اللي انا متعلمها خلاص عن طريق اللمس خلاص هعرفها، لكن لو في اي حاجة جديدة احب اتعلمها مش هعرف اتعلمها، لان انا عندي somato sensory area 2 بتكون مصابة. خش بقى دلوقتي على تالت area معانا، وهي somato sensory association area، او الاسم التاني اللي اسمها area 5 و7. زي ما اتفقنا اول حاجه لازم نعرفها لازم نعرف عندنا السايت. احنا قلنا السايت موجود فين؟ في السوبيريور برايتال لوب، لازم اشوف صوره. احنا عارفين ده البرايتال لوب، دي السنترال سالكس وراها بوست سنترال جايروس، بعد كده هيكون عندنا في سالكس بتقسم عندنا البرايتال لوب الى ايه؟ الى تو سالكس، واحده فوق واحده تحت. دي سوبيريور برايتال لوب، دي انفيرور برايتال لوب، هي بقى بتكون موجوده عندنا في السوبيريور برايتال لوب. طيب قال لك ان احنا عندنا ايه بقى الكاركترستيك بتاعتها؟ قال لك ان هي association area، اي حاجه معناها كلمه association من اسمها، يعني بتربط عندي الحاجات مع بعضها، يبقى الهدف بتاعها ان هي تدي meaning او معنى للحاجه، فلازم تستقبل عندي الاحساسات من جميع الحتت. هي شبه مين؟ شبه المحقق كده. المحقق بيقعد يسمع اقوال الشهود، الشاهد ده والشاهد ده والشاهد ده، وياخد الحاجه ويجمعها في دماغه ويخلص عند الحقيقه او الحاجه اللي حصلت. فهي كده بالظبط، احنا عندنا association area تستقبل عندي من جميع او اغلبيه الاريا اللي موجوده علشان تتخذ عندي او تديني ناتج نهائي او احساس نهائي بيعبر عندي عن كل الحاجات دي. يعني هي بتستقبل عندي مثلا من سوماتو سنسور اريا 1، سوماتو سنسور اريا 2، الثالاموس بالنيوكليي بتاعته مثلا من البوسترو فينترو لاترال نيوكليس اللي هي بتاعت السوماتيك سنسيشن، عندك الاسوسيشن نيوكليس، عندك مثلا الفيجوال والاوديتوري كورتي بتستقبل كمان من الاريا اللي متخصصه عندي في الاتنشن والموتيفيشن. كل الحاجات دي مع بعض ان انا احس مثلا بالتحفيز، احس مثلا بالانتباه، احس بالحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتستقبلها عندي اللي هي الاسوسيشن اريا، وتبدا عشان تخلص وتديني الاحساس العام بتاعي. يبقى هي دي الكاركترستيك بتاعت السومات سنسوري اريا. طيب ايه هي بقى الوظيفه بتاعت السومات سنسوري اسوسيشن؟ اسوسيشن يعني ايه؟ يعني بتربط عندي الحاجات مع بعض، هي بتربط عندي الاحساسات المختلفه مع بعضها البعض. ليه؟ ليه بربطهم كلهم مع بعض؟ قال لك اول حاجه عشان تديني كومبريهنشن اند ديبر مينينج اوف سنسيشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شايف رجلي مثلا عامله فليكشن، رجلي مثلا عامله اكستنشن، الوضع ده مش مريحني، فانا المينينج ان الوضع ده مش مريحني مثلا عشان ان انا ريكوجنايز الاوبجكت، يعني ان انا اعرف الحاجه دي، والحاجه دي بنسميها ستيربنوزس. يعني ايه؟ يعني ان انا امسك الحاجه وابدا ان انا احطها مثلا في ايدي كده واستنتج في الاخر زي ما احنا قلنا ان هي مثلا قلم. طب هيجيني واحد يقول لي مش دي وظيفه السوماتو سنسوري اريا 2؟ لا، السوماتو سنسوري اريا 2 تعرف ان هو مثلا اسطواني، تعرف ان هو مثلا مدبب، تعرف ان هو ما اعرفش ايه، لكن ان انا اربط الحاجات دي كلها مع بعض، ان انا اعرف يبقى مدبب واسطواني وما اعرفش، اربط الحاجات دي كلها مع بعض واقوم جاي قايل في الناتج النهائي ان ده قلم، دي اللي وظيفته اللي هي الايه؟ الاسوسيشن اريا. يبقى الاستيرجنوزس دي وظيفه الاسوسيشن اريا، بتاخد واحد احساس زائد احساس زائد احساس، يبقى الناتج النهائي الحاجه دي هي كده. طب مين اللي بيحس بالاحساسات دي كلها؟ اللي هي السومات سنسوري اريا 1 و2. يبقى الاحساس سنسوري اريا، اسوسيشن بتربط الحاجات وتديني مينينج.
طيب ايه تاني حاجه؟ قالك ان هي بتستقبل عندي المعلومات حوالين مثلا البروبريسبشن، هو الوضع بتاع ايدك اللي هو الكونشس بروبريسبشن، ركز على كلمه الكونشس، زي ما احنا قلنا فليكشن، عامله فليكشن، عامله اكستنشن، عامله ما اعرفش ايه، علشان اخطط للفولنتري موفمنت. ما انا مش هينفع مثلا اعمل فولنتري موفمنت وخلاص، لازم اكون اول حاجه عارف وضع جسمي عامل ازاي، وبعد كده اعمل الفولنتري موفمنت على اساس الحاجه دي. تالت حاجه عندي اللي هي مهمه عشان السبيشال اويرنس، يعني ايه؟ يعني ان انا احس نفسي في الفراغ، يعني انا حاسس بكل جسمي دلوقتي، انا دلوقتي قاعد قدامكم وحاسس ان رجلي عامله فليكشن، رجلي عامله اكستنشن، ايدي مثلا معوجه، ما اعرفش، حاسس ان بجسمي كامل من اول راسي لحد طراطيف صابعي، كل ده حاسس بيه، ان انا حاسس بنفسي في الفراغ كده، ده بيكون وظيفه الاسوسيشن ايريا، حاسس بنفسي بالكامل كده كحاجه واحده، هي دي وظيفه الاسوسيشن ايريا. اخر جزئيه معانا وهي ليجن، ومعنى ليجن معناه ايه؟ لوس اوف فانكشن. طب احنا بنعمل ايه بيها؟ ان احنا بنربط كل السوماتيك سنسيشن مع بعضها البعض، فبالتالي الشخص اللي هيكون عنده ليجن في السوماتيك سنسوري اسوسيشن اريا هيكون عنده مرض اسمه ايه؟ استروجنوزس. استروجنوزس معناه ان انا اقدر اميز الحاجات اكوردنج تو التكتشر بتاعها والشيب بتاعها، اقدر اعرف في الاخر هي ناتج ايه. طب استيرو ايه؟ ايه في الترمينولوجي معناها ايه؟ معناها عكس. فاستيرو يعني الشخص ده مش عارف او عنده ايه ability to recognize the object by touch. والليجن عندنا بيكون كونترا لاترال، وممكن يجيلك باسم تاني اسمه تاكتايل اجنوزيا، يعني ايه؟ يعني الشخص مثلا يجي يلمس الحاجه ما هوش عارف يتعرف عليها، نفس الفكره دي كده بالظبط، شايف ماسك الموزه وحاسس ان هي مثلا ممكن تكون عنب، ماسك مثلا التفاح وما هوش عارف هي ايه، نفس الفكره دي اسمها سنسور اجنوزيا او استيروجنوزس، وبيكون كونترا لاترال. وبكده نكون خلصنا كلام عن بارت 2 عندنا في الفسيولوجي بتاع السيريبرال كورتكس اللي اتكلمنا فيه عن سوماتو سنسوري ايريز. نذاكر البارت ده كويس وبعد كده نخش على بارت 3 عندنا اللي هو بتاع الموتور.